حاجه كنبغي نشكر المنظمين ديال هذا المهرجان هذا اللي هو في الحقيقه معرض ممتاز وشيق، وكنتشرف انني نزور للمره الثانيه اسفي والناس ديالها والكرم ديالهم، وكنقول لكم مرحبا بكم عندنا في المحيط ديال تمر. هنا مجموعة ذات النفع الاقتصادي تمزموط التنزلين اللي كترحب بكم وكتعطيكم وكتقدم لكم أصناف متنوعة ديال التمر. عندنا الحمد لله مجموعة متنوعة ديال التمر، بوست حمي، الجهل، تدمام، الفقوس، بوسكري، اللي هي أصناف ذو جودة وذي قيمة. عندنا مجموعة ذات النفع الاقتصادي كتخزن أكثر ما يزيد من 400 طن ديال التمر سنويا، وكنتمنوا المنتوج الحمد لله وكنديروه في حله جديده وبمواصفات اللي هي كتخدم المستهلك المغربي، وان شاء الله نتمنى انه يروقكم ويروق المستهلك المغربي بصفه عامه. احنا تعاونيات نسويه مختصه بمنتوج اللوز والجوز والزيوت سواء الكوزميتيك ولا الاليمونتير. هذه المشاركه الرابعه ديالنا في المعرض، وكان اقبال كبير هذا العام ان شاء الله، وكنتمنى توفيق لجميع التعاونيات اللي كانوا في المستوى بصراحه. وشكرا لوزاره الفلاحه، الجمعيه الوطنيه للكبار، وان شاء الله باقي النسخه الرابعه وباقي الخامسه باقي السادسه ان شاء الله. هذه ثاني مرة كنزور هذا المهرجان، تبارك الله في المستوى، وكاع المنتج المغربي الأصيل راه موجود هنايا، وحتى الناس العارضين كنحس بهم مرتاحين كاملين، وهذا ولقى واحد الإقبال كبير بحكم كورونا داس واحد المدة علينا يعني صعيب. كما كنشكروا بعدا اللجنه المنظمه اللي نظمت لنا هذا المهرجان هذا ولا هذا المعرض هذا اللي صراحه محتاجه القضيه، سيرتو اننا من مورا فاش دوزنا هذا الكوفيد هذا، يعني الناس راه تشوقات انها تدوز هذا المعارض هذو. وصراحه انا كشخصيا انا ماشي ولد المدينه، انا عجبتني الظروف انني نجي هنايا، المهم القضيه عجبتني صراحه، لقيت تعاونيات مختلفين بكاع القطاعات الفلاحيه.